اتكلمنا في حلقات فاتت عن الرؤوس السوداء اللي بتحصل لناس كتير جدا، وبتبقى دايما موجودة هنا 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 في أماكن كتير في البشرة اللي دايما بيكون فيها الإفرازات الدهنية بتاعة البشرة. طيب النهاردة بقى هنتكلم عن الرؤوس البيضة، ودي بتحصل برضو لناس كتير وليها أسباب وليها طرق علاج. يلا نعرف. بيكون من جديد الرؤوس البيضة، بنسميها الحبوب البيضة أو الحبوب اللي تحت الجلد، ليها مسميات كتير جدا، بس بتبقى أصلا هي بداية للرؤوس السوداء، يعني هي الأول والرؤوس السوداء الأول. وزي ما قلت لكم قبل كده، هي عبارة عن إن البشرة بتبقى دهنية قوي أو مختلطة في أماكن كتير من البشرة، زي هنا وهنا وحاجة اسمها إيه، الحرف التي كده، علشان المنطقة دي بيبقى موجود فيها خلايا دهنية بشكل كبير جدا. تعالوا بكل بساطة كده نعرف مع بعض هي عبارة عن ايه. البشرة عادي جدا لازم بيكون ليها افرازات دهنية عشان تحافظ على ترطيبها وتحافظ على شكلها الجميل، بس مع عوامل كتير جدا وهقولها لكم دلوقتي عشان هي دي الاسباب اللي لازم نتجنبها عشان نحل اي مشكلة ببشرتنا. مع عوامل كتير جدا بيتكون افراط في الافرازات الدهنيه، بتلاقي البشره بتطلع دهون كتير جدا او بتطلع دهون قليل وبعد كده تطلع دهون كتير، وحاجه كده نورمال بتحصل، اب نورمال بتحصل في البشره. طيب بيحصل ايه تاني؟ بيحصل ان البشره بتفرز الدهون كتير زائد بكتيريا، بيحصل تكون وتجمعات دهنيه وبتتسمى الدهون او الرؤوس البيضه. حصل لها أكسدة بتتحول لرؤوس سودة، حصل لها مناعة ورد فعل مناعي من الجسم بتتحول للحبوب أو حب الشباب بشكل بسيط جدا. طيب ده يا جماعة ده نتيجة إيه؟ ده نتيجة عوامل كتير جدا جدا جدا، طبعا من بتظهر في مرحلة المراهقة وممكن توصل لسن الأربعين كمان، وممكن توصل لو ما اعتناش بيها كتير ممكن برضو توصل تفضل معانا فترة طويلة جدا. برضو من الأسباب المهمة ليها الأكل المقلي، أكل الدهون كتير قوي قوي قوي، نقعد بقى ناكل حاجات فيها دهون كتير، ده برضو بيبقى خطير جدا على البشرة الدهنية عموما، لأنه بيعمل إفراط وعدم توازن في إفراز الدهون اللي بتدي شكل جلوي وشكل لامع وحلو للبشرة. فطبعا بتبقى بتفرز بشكل عالي جدا، فبتسبب في كل البكتيريا دي أو في كل ظهور الرؤوس البيضة أو الرؤوس السوداء أو الحبوب عموما. كمان أكل السكريات برضو بيضعف المناعة، وبرضو بيبقى ليه دور كبير جدا في وجود في تكوين الرؤوس البيضاء. استخدام ميك اب للبنات، البنات اللي بتستخدم ميك اب مش مناسب لبشرتها، بشرتها مثلا دهنيه تقوم جايبه موس، يعني حاجات انتوا فاهمين، مش موس، لا جايبه موس اللي هو الحاجه اللي بتبقى عامله زي موس الشوكولاته كده، كلنا عارفين موس الشوكولاته وموس الكراميل والحاجات الجميله دي، بتبقى جايبه حاجه دهنيه او الدهون فيها عاليه. لو بشرتنا دهنيه بنستخدم كريمات الاساس اللي بتبقى سايله او اسمها فلويد او اسمها جل، يعني بتبقى حاجات هاديه خالص وخفيفه جدا على البشره الدهنيه. البشره الدهنيه دي اكتر بشره متعبه في الحياه وخصوصا في فصل الصيف، فاستخدام الميك اب او الماركات اللي مش كويسه او ممكن سعرها يكون قليل مش كويسه او ماركات مش قويه، ده ممكن يكون ليه سبب كبير جدا في ان البشره يحصل لها بقى مشاكل، او الغدد الدهنيه اللي موجوده دي تحصل لها مشاكل فتفرز الدهون بشكل مفرط جدا. كمان استخدام غسول مش صح، استخدام غسول غلط برضو مش مناسب لنوع بشرتنا. لازم نعرف نوع بشرتنا ازاي، وهقول لكم ازاي نعرف نوع بشرتنا. بنجيب، عشان احنا بس دلوقتي ما ينفعش نلمس وشنا، فبنجيب منديل. انا هحاول اجيب منديل معقم من عندي، في منديل معقم لسه حاطاه دلوقتي في الجاكيت. تمام، منديل عادي خلاص، وبنحطه على المناطق دي كده ودي. تمام، لو لقيت حسيت ان في ماده دهنيه كده بسيطه كده هتبقى بشرتي دهنيه. لو الكلام ده ما بيحصلش كتير وبشرتي بتنشف وبشرتي بتقشر، فانا كده بشرتي جافه، فلازم اعرف نوع بشرتي واستخدم له الووش او الغسول المناسب. ما اغسلش وشي بنات او ولاد، ما اغسلش وشي بصابون الايدين اللي بنستخدمه ده، ما نغسلش بيه وشنا يا جماعه، الوش ليه استخدامات او ليه مستحضرات مختلفه او مهمه ليه. طبعا برضو ترطيب البشرة بشكل يومي او بشكل صح مع حاجات صح لبشرتنا او لنوع بشرتنا، ده برضو هيكون من حاجات الكتيرة او من الحاجات اللي هتساعد في علاج
الرؤوس البيضة. تعالوا بقى نتكلم عن العلاج، وهوصلت لكم العلاج ازاي. هوصل لكم العلاج بالعناية او اللايف ستايل، تمام، وبالادوية او اللي هي الحاجات بتاعت الدكتورز بقى، الادوية المستحضرات او الادوية او الحاجات اللي هي موجودة في الصيدلية ونقدر برضو نستشير الطبيب فيها. تعالوا بقى العناية. العناية مهمة جدا، نستخدم الغسول كويس، واحسن غسول موجود في الماركت كل حلقة بقول عليه لروش بوزاي، ده كويس جدا للبشرة الدهنية. هو عبارة عن جل ملوش ريحة وقليل جدا، ان هو بينشف البشرة بشكل كويس وبيساعد على تنظيم افرازات الدهون في البشرة بشكل كويس، وخصوصا في فصل الصيف بيدي انتعاش حلو جدا. ده مش اعلان يا جماعة، بس فعلا لروش بوزاي بوزاي حسب النطق من الحاجات القوية جدا. افن برضو من الحاجات القوية جدا، افن ووش فيتشي والحاجات البيوديرما برضو الووش بتاعها كويس جدا. نيتروجينا من الحاجات اللي اسعارها كويسة، وممكن نستخدم حاجة تناسب البشرة الدهنية. طيب استخدمنا الغسول بشكل يومي، طبعا الغسول كفاية قوي مرة او مرتين في اليوم، ده كفاية جدا. طيب تعالوا بقى نعرف حاجة كده، تركة تانية. كل اسبوع على الاقل لازم نعمل حاجة اسمها سكرب. نجيب غسول فيه اللي هو زي حبيبات الرمل. مفيش الغسول ده مش موجود، مش هنقدر نجيبه. نقدر نجيب غسول واحد، ما تحيروش نفسكم. نقدر نعمل سكراب بسيط جدا بالسكر، بالسكر بتاعنا ده اللي هو البني او الابيض، بدل ما ناكله نغسل بيه وشنا. انا بقول لكم غسيل وشكم بسكراب بالسكر زائد زيت زيتون لو انا بشرتي جافه، او ليمون لو انا بشرتي دهنيه ومسيبوش على وشي كتير، بالظبط 10 دقايق. واجي عند المنطقه اللي فيها واجي عند المنطقه اللي فيها الرؤوس البيضة وعمل لها زي سكراب. سكراب يعني تقشير او صنفر بسيطة هي. فلما بعمل سكراب كل اسبوع او كل اسبوعين، ده بحفز او بضيع الرؤوس البيضة اللي متراكمة. هي كل ما بتتراكم على فكرة كل ما بتزيد، وكل ما بتخلي مسام بشرتنا ما تتنفسش بالشكل الصح. كمان لازم نعمل حاجة مهمة قوي بقولها في كل فيديو للعناية بالبشرة، خرجت في الشمس لازم استخدم صن بلوك او واقي شمس كويس ومناسب لنوع بشرتي. بشرتي دهنية، انا بنصح برضو بلاروش، لاروش للبشرة الدهنية، او هو لاروش جل بس هو شبه الكريم شوية، تمام، بس هو ملمسه زي الجل. بشرتي انا جافة، بستخدم حاجة فيها كريم ونسبة الزيوت فيها عالية. دي من الحاجات المهمة جدا، لان برضو الشمس وتعرض للشمس هو سبب كل حاجة وحشة بتحصل للبشرة. طيب تعالوا بقى نعرف ايه تاني. في حاجة برضو غير السكراب ممكن نعملها، ان انا دلوقتي اصلا الرؤوس البيضة دي عبارة عن دهون، بكل بساطة هي عبارة عن دهون، والكريمات عبارة عن دهون. فأنا دلوقتي لو حطيت مدة 10 دقايق مثلا دهون أو كريم على بشرتي وسبتها شوية كده، وحاولت أشيلها بالإبرة، حسب لكم شكلها هنا بالإبرة اللي هي النيدل دي اللي بتشيل الرؤوس البيضة دي، برضو هتديني عناية كويسة، ومش لازم كل شوية اروح الى اعادة التجميل واصرف كتير ونضف بشرتي بأسعار عالية جدا. فبرضو في حاجات كتيرة في الماركت كويسة. كمان برضو ممكن نلجأ لفكرة التقشير، وكنت اتكلمت قبل كده في حلقة، حاول اسيب لكم اللينك بتاعها هنا في الحاجات اللي بتظهر كده، تقشير البشرة برضو بالادابالين والحاجات اللي هي موجودة في الماركت كتير. ممكن تقشير كيميائي في البيت، ممكن تقشير كيميائي عند دكتور، بس انا بنصح ان احنا نعمل التقشير الكيميائي عند دكتور، يستحسن نعمله عند دكتور. طبعا التقشير ليه بعض المعايير كده، او بعض المعايير السلامة والامان، بعض الحاجات كده النصايح، ان انا لما بعمل تقشير ما اعملش ما اطلعش في الشمس خالص، او على قد على الاقل 3 ايام. فمضطر اطلع في الشمس لازم صن بلوك كتير وقبل الشمس بنص ساعة، واغيره او اغسله كل ساعة او كل ساعتين، برضو ما تحيروش نفسكم. كمان الحاجات المرطبة كتير جدا، زي اقلها في السعر البانسينول، واعلها في السعر لاروش وافان وفارماسيرز ومنتجات بايوديرما، كل بايوديرما كلها حاجات موجودة سواء في الماركت اللي برا مصر. الناس اللي بتتابعني برا مصر تحياتي ليكم طبعا، والناس اللي بتتابعني في مصر برضو تحياتي ليكم. بانسينول رخيص جدا، نقدر ان احنا نرطب بيه بشرتنا. برضو لو عايزين استخدام، غالبا المشكلة دي بتحصل للبشرة الدهنية، فلو عايزين استخدام يومي انا بنصح بكريم نيتروجينا هيدرو بوست، برضو هسيبلكوا صورته هنا، برضو من الحاجات الخفيفة على البشرة وبتخلي البشرة شكلها حلو وجميل، وما بتعملش طبقة دهنية على البشرة. ممكن نستخدمه ككريم قبل النوم او قبل الميك اب، او عموما عشان ارطب بشرتي. فترطيب البشره من الحاجات المهمه جدا جدا، وزي ما قلت لكم برده السكراب والتقشير من الحاجات المهمه جدا جدا. كل الحلول دي ما نفعتش معايا، مضطره أسفة جدا اني اقول لكم على الحلول اللي بتبقى اصعب شوية او سعرها بيبقى اعلى شوية، وهي غالبا بتبقى الفراكشنال ليزر. الفراكشنال ليزر في حلقة تانية او الحلقة الجاية ان شاء الله هعمل لكم
من عيادة دكتورة إن شاء الله يعني عن إنفراكشن الليزر أو من عيادة تجميل. ممكن أتفق مع عيادة تجميل من زمايلي إن إحنا نتكلم أكتر عن إنفراكشن الليزر, وممكن أعمل لكم أكتر من حلقة إن شاء الله نعرف إيه هو الفراكشن الليزر. هو ممكن يكون مكلف شوية بس نتائجه بتكون أسرع وبتحل مشاكل كتير جدا في البشرة. أشوفكم على خير الحلقة الجاية, مع السلامة.